أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم.